للحديث عن تردي واقع التعليم في العراق وخروج العراق من تصنيف التعليم العالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق أدليمي. أهلا بك دكتور عبد الرزاق. يعني ماذا يعني أن تقر وزارة التربية في العراق بخروج العراق من تصنيف التعليم العالمي برأيك؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا الشكر لكم في إثارة هذا الموضوع. أهلا بك. الحقيقة الخطير جدا. الحقيقة الدولة التي أنشئت بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، حقيقة كان من أولى أولوياتها هو تدمير البنية التعليمية والتربوية في العراق. ولذلك عندما تصرح الجهات المعنية في وزارة التربية الحالية هذا الإقرار بخروج العراق من التصنيفات العالمية، هذا يعني أنهم غير آبهين وغير معنيين وغير مكترثين بما وصل إليه التعليم والتربية في العراق. وأعتقد يعني بالنسبة لهم موضوع عادي جدا، مثل ما يذكرون أي حدث قيادي يومي أشاروا إلى هذا الموضوع بطريقة يعني تبدي عدم اهتمامهم واقتراثهم بهذه النتيجة الكارثية التي وصل إليها العراق في موضوع التعليم والتربية، في حين يعني هذا الموضوع في أي مجتمع من المجتمعات العالمية يعد من أخطر وأهم الموضوعات. وهنا أشير إلى ما قام به أو سأله وينستون تشرشل رئيس وزراء الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، عندما سأل وزراءه عن أوضاع التعليم فقال له التعليم جيد، فقال نحن بخير، يعني بغض النظر عن الخسائر الكبيرة التي طيب دكتور عبد الرزاق. دكتور عبد الرزاق باعتقادك يعني ما الأسباب التي جعلت العراق يصل إلى هذه المرحلة من التدني ما أدى إلى خروجه من تصنيف التعليم العالمي؟ عن الأسباب الحديث الآن. أولاً الاحتلال حقيقة له أهداف كبيرة. هذا الاحتلال وهو وأدواته وذيوله حتى يحققون أهدافهم لابد أن يكون المجتمع مجتمع متخلف، مجتمع أمي. ولذلك كان جزء من المخطط الاحتلالي وذيوله بالتنسيق والتعاون مع دولة إيران، دولة المعممين الذين من مصلحتهم أن يتخلف ويتأخر العراق. لذلك كان المشروع الأساسي لهذه الدولة الجديدة، لهذا النظام الجديد، أن يدمروا منظومة التعليم. ولذلك أصبح من اليسر عليهم أن يهيمنوا ويسيطروا على جزء مهم من الشعب العراقي، ناهيك عن موضوع ثاني مهم جدا وهو الذين يتعلمون حقيقة يتعلمون أنصاف ما يسمى بمنظومة التعليم أو فلسفة التعليم. ولذلك الآن نحن نعيش في بيئة عراقية هي حقيقة تكاد تكون أمية أو نصف أمية بالنسبة للذين يدرسون في مراحل مختلفة. أستاذ عبد الرزاق، يعني الحقيقة أن خروج العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم ليس جديدا لكنه متجدد. فخلال السنوات الثلاثة الأخيرة خرج العراق كما تعلم من التصنيف أكثر من مرة، لكن السؤال الآن ماذا فعلت الحكومة في العراق مقابل ذلك؟ الحكومة يعني على ما يبدو همها الوحيد مسألتين أساسية، أن الذين يتم تكليفهم بالمسؤوليات مهمتهم الأساسية هو أولا تحقيق المكاسب المادية والثراء على حساب الشعب، والمسألة الثانية هي حقيقة قضية خطيرة جدا وهي تحطيم جوهر وبنية وفلسفة التعليم والتربية في العراق. وهذا طبعا يؤمن لهم كثافة جماهيرية شعبية شعبوية من الممكن السيطرة عليها والهيمنة عليها وتوجيهها بالتوجيهات أو بالمسارات التي تخدم العملية السياسية السيئة في العراق. ولهذا السبب نشوف الآن كثير من العراقيين يهتمون بمواضيع ثانوية، مواضيع لا علاقة لها لا بالحياة ولا بالتقدم دكتور ولا عبد الرزاق. بالمدنية ولا بالتحضر. ماذا تقول في موضوع نقص الإمكانيات في العراق الذي تعلق الحكومة عادة
الأزمة عليه موضوع نقص الإمكانيات، ما رأيك في هذا الأمر؟ شوف، احنا بلد يمتلك ثروات وخيرات، يعني حضرتك تعرف وايضا المشاهد الكريم يعرف ان العراق انفق خلال فتره من 2003 الى حد هذه اللحظه تقريبا اكثر من 1600 700 مليار دولار. هذا كان يكفي ان مو فقط نبني منظومه تربويه تعليميه متقدمه ومتطوره جدا، وانما ممكن نحول العراق الى بيئه متقدمه متطوره في كل شيء، في كل مجالات الحياه. فكيف بموضوع اساسي وخطير هو موضوع التربيه والتعليم؟ يعني احنا بالعراق معروف على مستوى عالمي ان العراق كان حاضنه للتعليم والتربيه متطوره متقدمه في العالم، حتى في ظروف الحصار نحن كنا دوله متقدمه بالتعليم قياسا الى جميع دول الشرق الاوسط. ولذلك عندما حصل الاحتلال ووقع الاحتلال الحقيقه كان جزء اساسي من مهمه النظام الجديد هو تحطيم هذه البنيه. العراق لا تنقصه الخبرات والامكانيات ولكن تنقصه الاراده، تنقصه الوطنيه، تنقصه العقول التي يجب ان تكون يعني دوافعها الاساسيه هو خدمه الوطن وبناء الوطن، وطبعا هذا الوطن لا يبنى الا من خلال التعليم. في اي بلد بالعالم، واحنا تحدثنا في هذا الموضوع من خلال قناتكم المجاهده، قلنا انه كثير من دول العالم مثل سنغافوره، سنغافوره كانت دوله يشار اليها بالتخلف وسموها دوله الحشرات، مدن الحشرات. الان بسبب اهتمامهم بالتعليم، الان سنغافوره الدوله رقم واحد بالتعليم وايضا بالمستوى الاقتصادي الذي ترتب على استثمار وتوظيف القدرات والامكانيات التعليميه. العراق لا ينقصه شيء، احنا اذكى شعب بالعالم، لو وظفت ابسط الامكانيات وصلت الفكرة. يعني هذه العمليه التغييريه الايجابيه في بنيه التعليم، في فلسفه التعليم، في خطط التعليم، انا متاكد العراق سيكون على جنيه الجديد ويصبح واحد من الدول المتقدمة. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك من عمان، كنت معنا عبر الهاتف أستاذ الإعلام في جامعة البتراء دكتور عبد الرزاق أدليمي، شكرا جزيلا لك.